روان وزنها 70، جيد. روان تشيل 10 من 70 وتشيل 10 ثانية من 70، كم يبقى؟ 50. تحط 50 كذي، حلو، نسويها بال 70 بال 80 بال 90. نعيد، نكتب الوزن، نفترض شواقة 70، نشيل 10 من 70 ونشيل 10 ثانية ونحط الباقي اللي هو 50. نقوم نضرب أول 10 ب 100، كم الناتج؟ يطلع 1000. ونقوم نضرب 10 الثانية ب 50، راح يطلع الناتج 500. ونقوم كم يبقى؟ 50 صح؟ نقوم نضرب ال 50 بال 20، الناتج 1000. يعني الناتج حق احتياجك بالماي من الجسم 2500 لتر، يعني بطلين ونص من الكبار. يا هلا ومرحبا، شلونك اخوي الغالي؟ شلونك اختي الغالية؟ طيبين؟